المدني ميكرومركز 114 في هذا الصباح تم استهداف منطقة المرج على أطراف بلدة حوش الصالحية بأكثر من غارة جوية من الطيران الروسي والطيران السوري استهدف المدنيين، وهذه إحدى الغارات أخي كما أنك شايف جورة يعني غمرت يعني عمق الجورة أكثر من 5 أمتار ب5 أمتار، يعني عم يستهدف المدنيين، لا عم يوفر لا كبير ولا صغير.